إن شاء الله نتكلم في هذا الدرس عن بعض المشكلات الاجتماعية عند كبار السن. أما المشكلات الاجتماعية فإن ازدياد العمر يقلل من الأصدقاء بسبب تفرقهم، أما بالبعد أو بسبب الوفاة أو بالسفر، وكذلك الأولاد الانهكار يعني بسبب شغلهم وعملهم الكثير جدا بشؤون حياتهم الشخصية، ممكن يسبب مشكلات اجتماعية عند كبار السن، سواء عنده يعني مشاكل نفسية وعقلية ويعني فسيولوجية داخلية، وأيضا الإحساس بالوحدة، فقدان الأصحاب، وأيضا الذكريات القديمة ممكن تسبب اضطرابات نفسية وعميقة جدا داخل النفس. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.